دلوقتي هنشوف الاوبن تيوننج ممكن نعمله ازاي وازاي هو بيفرق معنا. مبدئيا تعالوا نتكلم على ايه الاوبن تيوننج اصلا. الاوبن تيوننج هو ان انا بلعب بايدي اليمين بس من غير ما احط اي حاجه في ايدي الشمال يطلع لي صوت كورد. يعني ايه؟ يعني انا عشان اطلع كورد الجي لازم اعمل كده، لازم احط ايديا على البوزيشنز المعينه اللي بتطلع لي صوت الجي ميجر، اللي هي الوتر الاولاني بحط اصبعي على الفريت الثالث، الوتر الثاني بحط اصبعي على الفريت الثاني، بعد كده اخر اتنين بحط صوابعي على الفريت الثالث، واللي في النص بيبقوا اوبن فبيطلع الصوت ده. طيب لو انا عايز العب ده من غير ما استخدم ايدي الشمال خالص بعمل حاجه اسمها اوبن تيوننج، ان انا بتون الجيتار. ده دلوقتي هو في الستاندرد تيوننج اللي هو E A D G B E، ده الستاندرد تيوننج بتاعنا. لكن لو حولت الجيتار لتيوننج تاني بان انا بداون تيون او باب تيون، يعني بتون لتحت او لفوق، بحاول ان انا اخلق صوت الجي ميجر كورد من غير ما احتاج احط ايدي. ايه ميزه ده؟ لو كتير منكم ابتدى يكتب اغاني او يبتدي يالف، الكوردز بعد شويه بتبتدي تخلص او بيبتدي يحس ان هو عمل كل الفاريشنز اللي ممكن يعملها، ممكن يكون زهق، ممكن يكون هو عايز الخيال بتاعه ياخده لحته جديده او يعمل صوت مختلف يديله انسبيريشن ان هو يكتب حاجه مختلفه. الاوبن تيونينجز بتعمل ده، وانا بلجأ لها لما ببقى حاسس ان انا اتزنقت، ان انا خلاص لعبت الجي والسي والدي والحاجات دي كلها وخلاص حاسس ان انا ما عنديش حاجه تانية اقولها او اكتبها. فلما بعمل اوبن تيوننج بدي نفسي بفتح باب لعالم تاني من اللعب يقدر يخليني اتخيل حاجات مختلفه اكتب عنها او اصوات تانية اجي اطلعها. فبسرعه جدا هوريكم الديمونستريشن بتاع ازاي تقلب الجيتار من ستاندرد تيوننج للاوبن جي. ده يساعد طبعا لو الجيتار بتاعك فيه تيونر، او لو مفيش ممكن تجيب تيونر اللي بيتحط على الهيدستوك، كليب اون تيونر، او ممكن تقوم جايب ابلكيشن تيونر وتحطها على التليفون. في طرق كتير جدا ان انت تقدر تعرف التيونينج بتاع جيتارك تخليه اوبن جي. اللي احنا بنعمله ان احنا بنخلي الاي، نفتح التيونر بتاعنا والاي اللو اي بننزله للدي. اوكي الاي بننزله للجي، الدي بيفضل زي ما هو، بي بيفضل زي ما هو، الجي بيفضل زي ما هو، والبي بيفضل زي ما هو، والاي الهاي اي بينزل للدي. فببساطة شديدة وفي ثواني الجيتار الستاندرد تيونينج بتاعه بيتقلب بيبقى اوبن جي. ولو حابين ان احنا نقلبه اوبن اي، كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نحط الكيبو على الفريت التانية فيبقى اوبن اي. طبعا مع الوقت التيونينج اللي تعمله في طريقة بشكل اسرع او ابطأ هياخدك وقت في التمرين عشان تقدر ودنك تبقى رايحة على طول وايدك تحس بالتيونينج كي وانت بتلفه عشان تقدر توصل للنوت اللي انت عايزها بشكل اسرع. طيب تعالوا دلوقتي نشوف لو انا جوه الاوبن جي تيونينج ايه اللي انا ممكن اعمله بالاوبن جي. مبدئيا عشان تتمنظر قدام صحابك انت ممكن تفضل تلعب كده من غير ما تحط ايدك خالص، لان هو بيدي الصوت بتاع الجي ميجر. بعد كده اي مكان هتحط البار كورد من غير ما تلعب كورد خالص بصباعك بس تبتدي تلعب في النك كلها هتطلع لك اصوات مختلفه. يعني ممكن تلعب دي حاجه ممكن تبقى بتسهل عليك لو انت بتلعب اغنيه من الكي بتاع الجي، كل اللي انت محتاجه ان انت تلعب كده. كان في واحد مشهور جدا اسمه ريتشي هيفنز كان بيعتمد على الستايل ده في اللعب،
ولو شفتوا اي فيديو ليه هو بيبقى عاوج الجيتار اللي تحت فاتح اوبن تيونينج وبيلعب بصباعه ده، حط صباعه كده اهو. طبعا هو بيعملها احسن مني الله يرحمه، بس كان بيلعب كده. كل اللي هو بيعمله ان هو بيعتمد على التيونينج بتاع الجيتار وصباعه واحد، بصباعه واحد كان بيلعب اغاني كتير جدا. دي ميزه من مميزات الجي، بس مش بس ان انت تبقى بتلعبه اوبن او تحط صباعك كده وخلاص، لا هو بيديك حاجات انترستنج جدا تقدر تطلعها. ان انت مثلا ممكن تمسك وتر واحد وتلعب على فراتس مختلفه فبتطلع اصوات كتير، زي مثلا اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بلعب على وتر واحد. لو لعبت ده في ستاندرد تيونينج هيبقى صوته مش حلو، لكن انا عشان انا في اوبن تيونينج دلوقتي فانا بلعب جوه الجي ميجر كورد، فانا كل اللي انا بلعبه دلوقتي لايق على الموضوع. يعني الموضوع بيسهل عليك قوي ان انت تعمل باترن ممكن تبقى لذيذه شويه، فممكن تلعب في نفس الوقت تقدر تعمل ده برضو علشان الاي الهاي والاي لو زي بعض، ممكن تلعب نفس الحاجة وانت بتلعب بالاي اللي فوق واللي تحت، فممكن تلعب